فرح مثل ما تابعنا بالتقرير يمكن أفكار كتير ممكن نستفيد منها ونعمل من كل قطعة ملابس أكثر من فكرة. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع مصممة الأزياء مايا حقون. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباحك. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي. يعني اليوم مثل ما شفنا بالبداية التقرير يعني من قطعة بنقدر نساوي قطع متعددة. ممكن للوهلة الأولى نتخيل نحن أنه لا هي القطعة مو نفس القطعة الثانية بس اللون واحد. شو هي القماشات وشو هي نوعية الثياب اللي نحن نقدر نستفيد منها؟ أول شيء لحتى نستخدم هيك الثياب لازم يكون عنا الثياب المتجددة. أول شيء خليني أحكي لك عنهم هن جزئين. الثياب المتجددة فيك تحكي عن هدلونين اللي هن أصلا مساوين ليشتغلوا يقدوا أكثر من خدمة ليعطوا أكثر من موديل. أما الثياب هن أصلا موجودين عنا وفيهم يعطوا عادي كذا عادي ضيفة شوي تفضلي فيهم يعطوا كذا موديل وهن موجودين أصلا عندك بالخزانة. مثل في البدرسة السوداء اللي بتنلبس على كل شيء تمام. مثل ما شفنا كمان الشالات عم يلعب فيها أكتر شيء بطريقة معينة. فيك تمسك القماش تحركيه تخليه يحكي نقدر نغيرهم. القماش الأكتر تأدي إنه هي الخدمة هي قماش الشيفون قماش الليجرا. شفتي في شيء أراني بدنا نشده أكتر من أراني تمام. مشان هيك بدها تكون قماش انسيابية وفيها نوع من المطاط. طيب بيقولوا كمان انه الجينز او القطن يمكن القطن شوي مثل ما قلتي فيه ليجرا هن افضل انواع الاقمشه لحتى نقدر نعمل من القطعه اكثر من موديل. بالضبط. هلا الجينزات بصير بدنا نقص منهم نزيد عليهم نغير موديلهم. اما بالليجرا وبالهي مو معقول دبانه اليوم ما علي. الليجرايات هي موديل نفسه بيكون اي قطعه عنا اياها فيها شيء جزء حر فينا نغير بالموديل هو ذاته. ازاي بتشوفي اليوم يمكن مع حاجتنا للثياب اكثر موديلات اكثر وكل شيء يمكن كل يومين يمكن في موديل جديد عم ينزل بالسوق وممكن احيانا الصبيه ما بتلحق على تلاحق دائما الموضه والموديلات ان كان بالاسعار وان كان بنزلتها وطلعتها. فانت كيف بتشوفي هذا الشيء ممكن يسهل عليها ان كان مثلا بمشاهده هاي الفيديوهات باي طريقه كانت؟ بالضبط. هو هلا الموضه عم تتجه بانه يكون واحد اخف عليه الحمل صار من قبل لانه مثل ما قلتي ما عاد عم نلحق. العجله تبع التغيير مو طبيعي. يعني تجيبي بتروحي على السوق بتجيبي كثير اكياس بتطلعي عليهم تلاقيهم ما بيكفوكي اسبوع تمام. مشان هيك بنجيب اول شيء في حل مع الدبانه ولا شو. اول شيء بتجيبي الأساسيات تبعت الخزانة. يعني نركز على البنطلون الأبيض البنطلون الأسود الجاكيت الأبيض الجاكيت الأسود بعدين بنفكر باقي الخيارات مشان يصير عنا خيارات أكثر بأنه نلبس. نعم. أكيد. ليه طيب. عم نركز أكثر شيء على هي الخيارات يمكن أبيض أسود مثل ما عم بتقولي أنه اللونين هدول لأنه ملك الألوان ملكين للألوان فيك تقوليهم. يعني انت الابيض فيك تحطيه مع اغلب الالوان والاسود مع كل الالوان تقريبا. واللي ما بيحب مثلا اللون الاسود فيه يغيره بلون بني او مشتقات الاسود الشيء القريب للاسود للكحلي عرفتي. اللي ما بيحب انا يعني يكون عندي مثلا بنطلون اسود ابدا بطاطا فيني اجيب بني كحلي. من على هذا الاساس البني فيك تجيبي الالوان الترابيه الباقيه. طيب مايا اليوم ابرز نصيحه بتحبي توجهيها لكل الصبايا او السيدات بالنسبه للملابس المتعدده الاستعمالات اذا قدرنا نقول؟ مثل ما قلت لك اول شيء في شغله عندنا اياها اكيد كلياتنا هي تنوره الشيفون. مثل هي اللي انا لابستها هلا مثلا فيك تلبسيها تحطيها على شكل فستان ديكولتي تحطيها على رقبتها زنار او شيء بصير فستان برقبه. فيك تحطي له سنتور بصير موديل ثاني. فيك تقلبيها بتساويها كنزه. فبقى الاشياء اللي انت موجوده عندك اياها بالخزانه اصلا انا واثقه انه بتصير تتحول لكذا قطعه بدون اي تعب. كمان اليوم قد ايه بتشوفي انه هي الموضه الحلو فيها بساطتها والبساطه هي اللي عم بتخلينا نغير فيها من موديل للثاني. من مجرد شال نقدر نحن نعمل شال نعمل بلوزه اوقات تنوره تماما. فكيف بتشوفي انت هذا الشيء بيسهل علينا؟ هلا بالنسبه لنا يعني الموارد تبع الارض كثير حلوه الفكره حتى نحافظ عليها لانه
يعني واردنا نحن المسؤولين عنها. بقطعة واحدة بدك تغيري كذا لوك هيك معد. نعم نعم، يعني مثل ما قلتي أفكار كتير متجددة ممكن الواحد يستخدمها يوميا. بختام حديثنا شو بتحبي تقولي لكل يلي عم يتابعنا؟ مثل ما قلت لك، أول شيء إنه يكون في شيء عندهم أساس بالخزانة من اللونين أو اللون هن بفضلوه مشان يقدروا يجيبوا تدرجاتهم. أكيد أكيد. نشكر وجودك معنا لليوم، بأتمنى لك كمان رمضان كريم. شكرا كثير لك. شكرا لك مايا، وإن شاء الله حكوني مرافقتينا بفقرات تانية، ومثل ما قلتي نحكي على أمثلة أكثر.